ازاي السي تي بيشتغل، وبعدين ازاي تبص على السي تي بتاع الشيست، وازاي ايه هو البورتابل سي تي اللي بيروح لحد المريض في السرير، والكلام ده كله نحاول ان احنا نعرفه دلوقتي. احنا متعودين لما نيجي نتكلم على السي تي لازم نقول ايه لازمة السي تي. فلما اتكلمنا في الابدومين، عليكم السلام بكده، قلنا ايه فايدة السي تي في الابدومين، امتى يكون ليه لازمة وامتى ما يكونش ليه لازمة. لما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت بتاعت الشيست اكس راي، عرفت ان في اوقات لابد انك انت هتروح للسي تي علشان تتحقق من طبيعة الليجن، وأمثلة لكده كتير، انك انت لقيت نوديول بس انت مش عارف فيها كالسيوم ولا لا، ولا الحرف بتاعها مشرشر ولا لا، فاضطريت انك انت تعمل سي تي فعرفت ان هي مثلا برونكوجينيك كارسينوما او كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت. فاول انديكيشن على الاطلاق هو انك انت عملت شيست اكس راي معرفتش تشخص المريض، يعني لقيت ليجن بس انت مش عارف ايه هو الليجن ده، فبتضطر انك انت تعمل سي تي فتشوف افرض طلع كرة جواها مية يبقى هايداتد، افرض طلع معرفش ايه فيه كالسيوم يبقى بناين، والكلام ده كله. بعد كده staging of lung neoplasm، انت عملت شيست اكس راي وطلع ماس، وانا قلت لك اول ما تلاقي ماس تبقى برونكوجينيك على طول الى ان يثبت عكس هذا. كل الماسز اللي في الشيست لازم تعمل سي تي. ليه؟ لانك عاوز تعرف جواها مية فتبقى هايداتد، ما جواهاش مية انت عاوز بقى تشوف بقية الحاجات، لان مش مجرد انك انت شخصت كانسر يبقى انتهى الموضوع على كده، لا لسه عايزين نشوف في لينف نودز ولا ما فيش، في ثانويات في حته تانية ولا ما فيش، ودي شغلانه السي تي. هيك السلام عليكم. بعدين ميتاستاتيك ورك اب اوف اكسترا ثراسيك مالينس، ناس كتيره بيكون عندها تيومر بره الشيست، يعني مثلا ست عندها بريست كانسر او طفل عنده اوستيو ساركوما في الفيمر مثلا، وعاوزين نعرف اذا كان في ميتاستاسيس في الشيست ولا لا، لان ده بيفرق قوي في العلاج. عليكم السلام بجد. كان زمان الحكايه ديت بتتعمل عن طريق الاكس راي، لكن بعد شويه لقينا ان الاكس راي از نوت انف، لان في ميتاستاسيس صغيره جدا ما بتتشافش خالص بالاكس راي. فبقى دلوقتي روتين الناس اللي هي عندها برايمري مالجنسي وثبت فعلا وجود التيومر انها تعمل السي تي عشان تتحقق من عدم وجود الميتاستاسيز الصغيره. وطبعا الموضه الجديده نتكلم عليها برضو في الجزء الثاني اللي هي دور البيت سي تي في الموضوع، وهل هو ليه لازمه حقيقيه ولا لا، والكلام ده. بعد كده ديفيوز لونج ديزيز، لما انا قلت لك في المحاضره اللي فاتت اهم حاجه على الاطلاق في الشيست انك تفرق ما بين الفوكال والديفيوز. طيب انت عرفت ان هو ديفيوز، الديفيوز ده يطلع ايه؟ ما هو في زي الفوكال، احنا قلنا الفوكال عباره عن ايه؟ نوديول ماس باتش كافيتي، صح كده؟ الديفيوز اربع حاجات برضه، ريتيكولار والفيولر وميلياري وسيستيك مثلا يعني، بس انت ما تعرفش تحلهم ابدا من البلين اكس راي، لابد انك انت تطلع على السي تي. فانت اول ما تلاقي ديفيوز لونج ديزيز بنروح على طول طالعين على السي تي عشان نعرف ايه اللي احنا بنتعامل معاه. بعد كده البرونكيتسز، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد شويه. وبعدين التروما، زي في البطن لما كان واحد زمان بيعمل حادثة ما كانش بيعدي عليه، بيطلع على العمليات يتفتح يشوفوا ايه اللي بيشر عنه. الشيست نفس الحكاية، لما كان بيتخبط بيروح يطلعينه على العمليات عشان يشوفوا ايه المشكلة، لكن دلوقتي بيعدي علينا لان سي تي سريع جدا، وبالتالي تقدر تعرف اذا كان عنده فراكشرز، كان عنده لوموثوركس، اذا كان عنده هيموثوركس زي ما هنقول بعد كده. بعد كده الميدياستاينم والشيست وول البلين اكس راي ضعيف جدا فيهم، فاي ليجن في الميدياستاينم، وهنقول يعني ايه ميدياستاينم دلوقتي وايه اللي جواها، اي ليجن في الميدياستاينم محتاج سي تي، ومعظم الليجنز في الشيست وول محتاجه برضو سي تي. وبعدين الحاجه المشهوره جدا دلوقتي اللي هي موضوع البلمونري امبوليزم، اللي هو الجلطه اللي بتطلع من الرجل وتطلع على الرئه على طول. زمان كان في فرق وحرق جامد جدا
وايزوتوب سكان وانجيوجرافي وحاجات فظيعه جدا بتاخد وقت والدقه فيها ضعيفه. من دلوقتي السي تي يعتبر رقم واحد في تشخيص البلمونري امبوليزم، وهوري لك دلوقتي ازاي بيعمل الشغلانه ديت بمنتهى البساطه في ثواني بسيطه تقدر توصل الى ديفينيتيف دايجنوزيس ان الواحد ده عنده امبولس ولا ما عندوش. طيب احنا هنعمل سي تي، بنعمله ازاي؟ بنجيب المريض نيمه على الترابيزه بتاعه السي تي، زي في اي حاجه في الدنيا لازم نعمل سكانوجرام. السكانوجرام في الشيست بيكون فرونتال، يعني ما يسالك السي تي عاوز فرونتال ولا لاترال تقول له فرونتال، فتطلع صوره زي كده. فتيجي انت بقى حاطط خطين على الشيست اللي انت عاوزه من اول الايبكس لحد اخر حته في الكوسفرينيك انجل، وتقول له ان السي تي اللي انا عاوزه من اول هنا لحد هنا. الاجهزه القديمه كان يقول لك اقطع كل قد ايه، يطلع لك سؤال كده على الشاشه اقطع كل قد ايه، فتكتب له انت كل سنتي او كل 10 مللي. المقاطع في الشيست بصفه عامه كل سنتي زي البطن بالظبط. اول ما تقول له كل سنتي يروح تطلع سؤال تاني، انت هتحقن المريض صبغه ولا مش هتحقن؟ فلو كنت هتحقن صبغه في كوبس مكتوب عليه كونتراست بتدوس عليه عشان السي تي يطبع كلمه كونتراست على كل صوره، فلما يروح السي تي ده للدكتور يفهم ان هو محقون صبغه. انت طبعا دلوقتي دكيت على الكوبس ما تكتش على الكوبس، هو المريض ما بيتحقن هبابه صبغه بحيث انك انت ما بتطلعش في الافلام خالص الصبغه، يبقى المريض محقون صبغه وانت تبرق كده على ريحه الصبغه في الفيلم ما انتش عارف تشوفها، بس الفيلم مكتوب عليه كونتراست ومعرفش ايه والكلام اللي انت فاهمه ده. وقلنا برضو لو انت هتحقن المريض صبغه او هتدي له تخدير لاي سبب من الاسباب فانت محتاج صيام، والصيام 4 ساعات للاطفال وست ساعات للناس الايه؟ للناس الكبار. السؤال، كل الناس لازم تتحقن صبغه؟ لا. امتى تحقن الصبغه؟ احنا دلوقتي يا جماعه عندنا رئه وعندنا ميدياستاينم. الميدياستاينم اللي هو ما بين الرئتين بيسموه بالعربي الحيزوم. بغض النظر الميدياستاينم اللي هو اللي في النص، اللي في النص ده عباره عن القلب والشرايين والاورده اللي طالعه وداخله فيه، هو ده اللي ايه؟ الميدياستاينم. طيب انت بتحقن صبغه عشان تخلي الفيسلز تبيض فتعرف الفيسل من اللي مش فيسل. طب الرئه ملهاش دعوه بالقضيه، ملهاش دعوه خالص. فلو انت بتعمل السي تي عشان حاجه في اللنج ما تحقنش صبغه، لكن لو بتعمل السي تي عشان حاجه في الميدياستاينم تحقن صبغه عشان تفرق الفيسل من اللي مش فيسل. طب ايه الحاجات اللي انت بتعمل سي تي عشان اللنج دول؟ ديفيوز لنج ديزيز، عملت اكس راي لقيت بهدله في جميع الجهات وانت عاوز تعرف البهدله ديت، ملناش دعوه بالصبغه. عشان البرونكيكتسز موجوده في اللنج فانت مش محتاج انك انت تحقن صبغه. وايام زمان كان الفحص ده وهحكي لك حكايته بالتفصيل اللي هو البرونكوجرافي ده. افرض بتدور على ميتاستاسز في اللنج، يعني واحد عنده مثلا اوستيوساركوما وعاوزين نعرف فيه ديبوزيتس في اللنج ولا لا، خلاص مفيش داعي للصبغه. والحالات بتاعت التروما، واحد عمل حادثه، اذا كانت الحادثه دي خارج نطاق الشرايين والقلب، ودي بتتعرف ازاي؟ الواحد اللي عنده انجري في الاورطه ولا البلمونري وبينزف حالته كارب، يعني عنده شوك وعنده ديكريس بلاد بريشر وعنده بلاوي كتيره، ده محتاج انك تحقن صبغه عشان تشوف الفاسلز. عليكم السلام. اما واحد ضلعه اتكسر وجاله كونتيوجن كده في اللنج والكلام ده، كل دوت كلام فارغ مش محتاج انك انت تحقن فيه الصبغه. ودي صوره المقطع في الشيست محقون صبغه. عرفت ازاي انه محقون صبغه؟ عشان الفيسل ابيض، وهنقول مين هو الفيسل ده بعد شويه، والفيسل اللي جنبيه برضه ابيض، لكن الكور اللي انت شايفها ديت مش تبع الفيسل. عرفت ازاي انها مش تبع الفيسلز؟ لانها مش واخده صبغه زيها بالظبط، صح كده؟ يبقى اذا الفيسلز بتبان مبيضيه واللي مش فيسل بيبان رصاصي. دي الفائده الاساسيه بتاعت الصبغه. لما ناخد المقاطع زي ما عملنا في السباين بالظبط،
صورنا soft tissue window وصورنا bone window. هنا في الشيست بقى بنصور mediastinal window ولونج window. فايدة الميدياستاينال ويندو انك انت تشوف الميدياستاينال استراكشرز، وفايدة اللونج انك تشوف اللونج. لما تيجي تشخص ديزيز في اللونج في الصورة ديت مش هتعرف، لما تيجي تشخص حاجة في الميدياستاينال في الصورة ديت مش هتعرف. زي السباين بالظبط، انت بتدور على ايه وتشوفه في الويندو المخصوص بتاعه. الاجهزة الجديدة بتقول له ركب الصور بالطول، يقول لك عاوزها اماميه يعني كورونال، ولا جانبيه يعني ساجيتال، ولا ثلاثيه الابعاد، تختار اللي يعجبك. فده الكورونال وده هو الساجيتال، اللي هو ده عامل زي الاكس راي الاماميه ودوت عامل زي الاكس راي الجانبيه. وكل الاجهزه دلوقتي تقريبا بلا استثناء من غير ما تطلب هو بيعمل الريكونستراكشن من غير مشاكل. دوت سي تي ميدياستاينال ويندو، مظبوط كده. والمفروض ان باين طبعا الفيسلز ومش عارف مين والكلام ده كله، لكن اللنج انت يو دونت سي اللنج، لان عشان تشوف اللنج كويس لازم يكون في لنج ويندو. فال 400 الف متستسايا اللي موجودين هنا دول كلهم كده ان يو كان نوت سي في الحته في الايه في الفيلم الاولاني. يبقى اذا اللنج في اللنج والميدياستاينال في الميدياستاينال، وده شيء اساسي. مفيش حاجه دلوقتي زي ما بيحصل تصور الشيست ميدياستاينال ويندو وخلصنا، اقول لك كفايه كده على قد الفلوس عشان التامين الصحي وما اعرفش مين الكلام ده كله، او تصور لانج بس واللي رايح له البتاع يتفلق. مفيش حاجه اسمها كده، لازم يكون جميع المقاطع متصورين مره بالميدياستاينال ويندو ومره بالايه باللانج ويندو. طبعا معظمكم شاف السي تي، لم يكن كلكم طبعا لازم يكون شاف الجهاز السي تي. السي تي عباره عن ثلاث اجزاء مهمه، الجزء الكبير ده اللي هو الجانتري، والجزء دوت اللي هو السرير، والجزء اللي بره الاوضه اللي هو الكيبورد والمونيتورز والحاجات دي كلها. المفروض ان الجانتري ديت بتتفتح علشان الصيانه، ففي هنا هو مكان كتير جدا جدا بس انت مالكش دعوه بيه. كل اللي ليك دعوه بيه حاجتين، انبوبه الاشعه والحاجه اللي بتصور اسمها ديتكتور. انبوبه الاشعه والحاجه اللي بتصور اسمها ديتكتور. ايام زمان في العصر الاغريقي اول ما السي تي طلع كان عباره عن ادي السي تي اهو، واللي هممنا هو الانبوبه، واللي قصادها على طول هو مين الديتكتور، والمريض نايم في النص. المفروض انت اول ما تفتح الاشعه الانبوبه تلف لفه كامله حوالين المريض عشان تاخد مقطع، والديتكتور بيلف قصادها. لكن الاجهزه بتاعت زمان المفروض الاجهزه الحديثه بتعمل كده، الانبوبه بتلف لفه كامله ولفه ثانيه وهكذا زي ما نشوف دلوقتي. الاجهزه بتاعت زمان كان الانبوبه ما تقدرش تلف الا نص لفه بس. ليه؟ عشان كابلات الكهرباء، الكابلات والسلوك اللي طالع من الانبوبه ماسكها في الحيطه، فما تعرفش تلف لفه كامله، لازم تلف نص وبعدين ترجع الاول وبعدين تلف النص الثاني وبعدين ترجع تاني. فده معناته انك انت الانبوبه تتحرك كده وبعدين ترجع وبعدين تلف كده وبعدين ترجع، كل ده عشان تعمل ايه؟ مقطع واحد بس. يبقى المقطع الواحد كان بيخلي الانبوبه والديتكتور يتحرك اربع مرات، اربع مرات. وعشان كده الزمن تقريبا بتاع السي تي اوف ذا تشيست اللي هو في الاجهزه الاولانيه اول جهاز اتركب في القصر العيني كان ساعه كامله، 1 hour. يعني المريض يدخل على جهاز السي تي عشان يعمل سي تي تشيست، احنا بندخل بصحيه من النوم لان الاوضه مكيفه والسرير مريح ايام زمان طبعا وكل حاجه تمام، فبيروح في النوم. وبعدين ندخل نقول له خلاص خلصنا اصحى وكده، مش زي الجهاز بتاع دلوقتي اللي بيعمل السي تي في ثانيتين ثلاثه والكلام ده كله. المهم طلع جهاز بعد منه اسمه سبايرال سي تي او هيليكال سي تي، بغض النظر عن الاسامي، لكن
الناس اللي اخترعته عرفت توصل الكهرباء للأنبوبة من غير سلك. يعني انت عارف الدينامو اللي هو بيلف يلف يلف من غير سلك، ده هو نفس الحكاية. فعرف يوصل الكهرباء للأنبوبة من غير سلك، فالأنبوبة بتلف، وخلوا السرير اللي نايم عليه المريض يمشي والأنبوبة بتلف والسرير ماشي، طلع حلزون، فسموه الستيل حلزوني. الستيل حلزوني أو السبايرال سيتي اختصر الوقت جامد جدا، لأن الأنبوبة ما بتقفش والسرير كمان ماشي. فالشيست ساعتها كان في ربع ساعة، يعني من ساعة راح نزل على طول إلى إيه؟ إلى ربع ساعة. زائد إنك أنت كل ما يكون الفحص سريع كل لما تعرف تركب الصور. يعني لما يكون الجهاز سريع يقدر يركب لك الصور بسرعة. وأنا أذكر أنا في كنت مدرس ساعتها، وكنت بشتغل يعني منتدب كده في حتة في السعودية، وكان الجهاز اللي عندنا عشان تعمل ريكونستراكشن تديله اوردر بالليل قبل ما تروح، والصبح تيجي تلاقيه لسه يا دوبك مخلص الريكونستراكشن، والريكونستراكشن عفش جدا ما تعرفش تشوف منه ايتها شيء. لكن الاجهزه بتاعت دلوقتي بقول له ريكونستراكشن يعمل على طول في ثانيه ريكونستراكشن. اتفضل. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك الاداره بتسوي حاجه؟ اهلا وسهلا. اتفضل. معلش بالنسبه للمصروفات، الناس اللي ما بتدفعش المصروفات وفي غيابات هيتاخد عنها. يعني في بلد الغياب عشان ده غيابات عليها كل الفلوس. شكرا يا باشمهندس. بعد الفتره بقى تبقى كل الكلام ده يطلع في التسجيل على فكره، ما عنديش مشكله. ما علينا. طيب. ركز معي. يبقى اذا السبايرال سي تي كان عباره عن انبوبه اشعه وقصادها الديتكتور وبيلف، كل لما الانبوبه تلف لفه تاخد مقطع، تلف لفه تاخد مقطع وهكذا. جه واحد نبيه قوي قال لك طيب احنا بدل ما الانبوبه دهيت قصادها ديتكتور واحد، احنا هنحط قصادها كذا ديتكتور. ابتدينا باثنين وبعدين باربعه وبعدين الامور كترت. ايه الفايده؟ انك انت لما تحط اكتر من ديتكتور في وش الانبوبه، ان كل لما تلف لفه تاخد صور بعدد الديتكتورز. فهنا مثلا في اربعه، كل لفه باربع مقاطع، كل لفه باربع مقاطع. يبقى معنى كده انك انت الوقت بتاع السبايرال سي تي اللي كان فيه ديتكتور واحد بقى دلوقتي الربع. بقى ربع الوقت لان في اربعة ديتكتورز. طيب عشان كده الجهاز سموه مالتي ديتكتور، لانه عنده ديتكتورز كتيرة في وش الانبوب، او سموه مالتي سلايس لان كل لفة بتاخد اكتر من سلايس في المرة الواحدة. الجهاز طبعا زي ما اكيد كلكم عارفين فضلت الديتكتورز دي تكتر جامد جدا في وش الانبوبة لحد لما وصلت الى 640 ديتكتور، والجهاز مش موجود في مصر في الوقت الحالي، لكن اللي قبل منه على طول اللي هو 320 موجود في مصر. اتفضل. وطبعا عشان ما تقدرش تحط العدد الكبير ده كله في وش انبوبه واحده، فبقى الجهاز فيه 2 تيوبس وكل انبوبه قصادها نص الديتكتورز. بغض النظر ايه اللي يهمك من القضيه ديت، ان الجهاز ده بما ان عدد الديتكتورز رهيب فهو سريع جدا. السرعة الجامدة جدا دي ليها أربع ميزات. الميزة الأولانية إنك أنت ما عندكش ويتنج ليست، يعني لو أنت في القصر العيني وعندك 100 عيان في اليوم، ممكن الجهاز ده لو الجهاز محترم وشغال والناس بتراعي ربنا والكلام ده كله يخلص العيانين في نفس اليوم. الحاجة التانية الفاسكولار ايمجينج بنتكلم عليه بعد شوية، والفيرشوال اندوسكوبي بنتكلم عليه، والفيرتيكال ريكونستراكشن. الريكونستراكشن زي ما قلت لك تقول له ركب بالطول يركب، بالعرض اوبليك من اي اتجاه يركبه فورا، الانجاز سريع جدا. وكمان كل لما كانت المسافه بتاعت المقاطع رفيعه كل لما كان تركيب الصوره جميل. لكن الصوره بتاعت ايام زمان كانت زي السلم، عباره عن مدرجات كده ومش واضح منها اي حاجه لان السلايس سيكنس كبير ما تقدرش تنزل بيه لتحت.
اما المالتي ديتكتورز دلوقتي انت ممكن تنزل لحد ملي ملي في السلايس سيكنس او سلايس انترفل، وممكن اقل من الملي لو انت عندك جهاز اكبر يعني كبير ممكن تنزل بيه اقل من الملي. طيب بالنسبه للفاسكولار ايميجنج، بما ان الجهاز سريع جدا فانت ممكن لو عرفت لما تحقن صبغه في الوريد وعرفت هي بتوصل مثلا البلمونري ارتري دوت بعد كام ثانيه، تستنى كام ثانيه دول وتحقن الصبغه وتستنى كام ثانيه وتقول لي الجهاز صور، يروح مصور فيطلع لك البلمونري ارتري. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي، انك انت ما بعدش في قساطر بقى تدخل قسطره زي زمان وبينج والكلام ده كله، لا اي فيسل انت عاوز تشوفه سواء كان ارتري او فين ينفع تشوفه لو عرفت الصبغه بتوصل له اول ما تحقنها في الوريد بتوصل له بعد كام ثانيه. وانت في الاجهزه الجديده دلوقتي كلها بلا استثناء مش محتاج المعلومه ديت، ان في طريقه تانيه بتعرف بيها الصبغه امتى هتوصل اللي هي البولس تراكنج. يعني ايه بولس تراكنج؟ انت بتيجي تاخد مثلا فلنفرض احنا هنعمل سي تي على الاورطه، بتاخد مقطع في الجسم من غير صبغه كويس، وبعدين تحط الكورسر او الروي اللي هي بتقيس الدنسيتي على الاورطه وتحقن صبغه شويه صبغه صغيرين، وتستنى لحد لما الجهاز بيقعد يقيس الدنسيتي في الاورطه لحد ما توصل الى الماكسيمم، فيقول لك خلاص هو ده الوقت اللي انت هتصور فيه كويس الاورطه. تروح انت بصيت كده عرفت الوقت ده 17 ثانيه معرفش مين بتاع، تتك على الكوبس تحقن الصبغه وبعد 17 ثانيه تصور يطلع الاورطه. في كذا طريقه للحكايه دي، وفي ناس محترفين جدا عارفين الصبغه بتوصل قد ايه بعد قد ايه، ولكن عشان الفاريشن ما بين البني ادم ده والبني ادم ده وكل كل واحد قلبه ما بيشتغلش زي التاني ولا سنه زي التاني وكده، فانت ممكن تستخدم موضوع البولس تراكنج دوت علشان تعرف بيه الصبغه هتوصل للفيسل اللي انت عاوزه امتى وتصور في التوقيت الصحيح. بتحقن لازم الصبغه تتحقن بالانجكتور، ما ينفعش تتحقن مانيوال علشان في تايمينج للصبغه او معدل لحقن الصبغه في الثانيه لازم يحصل علشان تبقى الصبغه منتظمه وتطلع الفيسل زي ما احنا عاوزين. فمثلا هنا ده البلمونري ارتري وده البرانشات بتاعه البلمونري ارتري مليانه كلها بالصبغه. خلي بالك ان كل الصور اللي بالالوان ملهاش اي قيمه تشخيصيه، الصور اللي بالالوان معموله مخصوص بس علشان تبسط الكلينيشن اللي هو يقول لك ايوه المركز ده بيطلع صور بالالوان يبقى تروح تبعت. فإف يو وانت تو سي ذا بلمونري فيسلز هتعمل السي تي بلمونري انجيوجرافي. امتى بنكون عاوزين نشوف البلمونري فيسل؟ لما فاكرين الاي في ام، كان في اي في ام وعاوزين نتاكد ان ديت اي في ام، بنحقن صبغه ونشوف الاي في ام ونشوف الفيسل اللي سبلاينج واللي بتاع، وليها استخدام رهيب جدا في البلمونري امبوليزم. الناس اللي احنا شاكين ان عندهم جلطه في الرئه، بدل ما نقعد نعمل بقى فنتيليشن سكان ونستنى 24 ساعه وبعدين برفيوجن سكان وفيلم كده طويل عريض، دلوقتي في ثانيتين تحقن صبغه وتشوف اذا كان اي واحد من دولت جواه امبولس ولا لا، زي مثلا المثال ده كده. فالسهم دوت بيشاور على واحد من البلمونري فيسلز، وجوه البلمونري فيسل دوت جلطه صغيره اللي انتم شايفينها ديت الفيلنج ديفكت. الجلطه ديت بأي وسيلة تشخيصية تانية يستحيل تشوفها، حتى لو دخلت قسطرة جوه البلمونري ارتري نفسه ما تعرفش تشوفها، لكن عن طريق السي تي، وطبعا السي تي زي ما انت عارف ممكن يشيل اي حاجة انت مش عاوزها في الصورة، يعني لو الريبس ديت مضايقاك ممكن يطرحها، لو اللنج والاسوفجس ما عرفش مين كل دوت ممكن يتشال، بحيث انك انت ممكن توصل لصوره زي دي كده فيها البلمونري فيسلز وفيها الهارت، ممكن يشيل الهارت كمان لو انت مش عاوزه، وتلف الصوره على الشاشه تلفها كده اوبليك ما اعرفش ايه ايه لحد لما يجي الفيو اللي واضح فيه التشخيص تثبته وتطبعه على الفيلم. لما طلع الجهاز ده هوت كان كل الناس ايديها او فكرها متجه على الكورونري، لان الكورونري عاوز فيلم عشان يتعمل
ومركز مخصوص وناس مخصوص واساطر مخصوص واي سي جي ودكاتره قلب وفيلم كده طويل. فقال لك بما ان الجهاز ده بيعرف يشوف الحكايه ديت فيبقى احنا نطلع على مشكله الجهاز. لما طلع في الاول ان هو كان الديتكتورز قليله، يعني كان في 16 وفي 32 وحاجه كده، والمشكله اللي كانت بتواجههم ان القلب عمال ينتفض كده، فلو ما كانش في جهاز سريع فالحركه بتاعه القلب بتهز الصور. فكانوا عشان يتغلبوا على كده بيدوا المريض حاجه تهبط ضربات القلب، البيتا بلوكرز او اي ادويه اللي هي بتخفض الهارت ريت، بحيث ان هو الهارت ريت ينزل فتقدر انك انت بالسرعه اللي معاك في الجهاز تصور الكورونا. دلوقتي الاجهزه بقت سريعه جدا جدا، والموضوع الهارت ريت ما هوش كروشيال قوي في الموضوع. لما بتحقن صبغه وبتصور، طبعا في طرق كتيره جدا للتصوير بالذات الكورونري، ولازم يكون ليه علاقه بالاي سي جي والكلام، بس احنا مش عايزين ندخل في المداخل دي. المهم انك انت ممكن تصور الصور، تعمل 3 دي زي ده كده وتلف الصوره كده وتشوف كل فيسل من الفيسلز ديت على حده، وممكن تطرح القلب من الصوره فتطلع الكورونريز بس لوحدهم، وممكن تخلي اي فيسل من دولت مثلا واحد كده ولف حوالين الايبكس بتاعت الهارت وانت عاوز تشوف بقيته، ممكن تعمل اللي هو التو دي ريكونستراكشن من اول ما طلع الارتري وانت ماشي وراه لحد لما توصل الى النهايه بتاعته. كل الحاجات دي متاحه جدا في جميع الاجهزه. كذلك في الكاروتيد، الكاروتيد بتحن صبغه، ولما تروح في الكاروتيد تصور فبتصور الكاروتيد الشمال واليمين والبايفوركيشن بتاعته، ولو انت عاوز الفيرتيبرا تبقى موجوده في الصوره عشان عاوز تعد مثلا في ليجن هنا وانت عاوز تعرف وصاد كام، تبقى السباين موجوده في الصوره. لو انت مش عاوز موجوده ممكن تطرحها من الصوره ويتبقى لك الفيسل سواء بالالوان او من غير الالوان. كذلك في الاورطه ممكن تحن صبغه وتقول له لما تبقى في الاورطه تصور، فبتصور مثلا الاورطه ده فيه انيوريزم زي ما انت شايف كبير جدا كده، وممكن يكون داخل كمان في الكومن ايلياك ارتريز، وممكن تلون الاورطه بالالوان او تلف الاورطه عشان تشوف من قدام وورا وتشوف الفيسلز هل هي طالعه من الانيوريزم ولا لا، وممكن تخلي الفرتبرا موجوده فتعرف الانيوريزم قصاد رقم انهي فرتبرا بالظبط، وممكن تشيل الفرتبرا وتخلي الانيوريزم بس فتشوفه بطريقه افضل، وتفتكر دايما ان ال 3 دي والالوان ما لهمش قيمه تشخيصيه، اللي ليه قيمه تشخيصيه هو ال 2 دي بس. وطبعا الرينال فيسلز انا حضرت الوقت اللي هو كان كل واحد متبرع لازم يعمل سيلكتيف رينال انجيوغرافي وفيلم كده طويل، دلوقتي بيدخل يعمل كل حاجه على نفس الجهاز تقريبا، يعني بيعمل السي تي رينال انجيو وبيعمل سي تي يوروغرافي وبيعمل اللي هو يشبه الاي في بي بنفس الجهاز، كل حاجه بتتعمل في نفس الوقت. دين يسي دارينا الارتري على الشمال واليمين وتشوف اذا كان في اثنين ولا واحد والكلام ده كله. موضوع الفيرشوال وريته لك انا في الكولون، وقلنا انك انت بتحضر المريض كويس، وبعدين تنفخ القولون بشويه هواء، وبعدين تعمل الخريطه اللي احنا قلنا عليها، وبعدين تشتغل. هنا بقى مفيش تحضير لان التراكية والبرونكاي مليانين هواء لوحدهم، ما فيهمش اي فضلات ولا اي حاجه، فانت كل اللي انت بتعمله بس انك بتاخد مقاطع للشيست، وبعدين تقول له شيل كل حاجه وسيب التراكية والبرونكاي اللي هي الخريطه بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، وبعدين تيجي على الكوبس اللي مكتوب عليه فيرتشوال اندوسكوب وتتك عليه. بعد لما تتك على الفيرتشوال اندوسكوب تروح انت واقف زي ما كنا بنقف في الكولون كده، وتروح نازل كده، تفضل نازل عندك، وصلت عند الكارينا، وبعدين تدخل على اليمين، وبعدين تدخل على الشمال، وتفضل ماشي 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 لحد لما توصل الى اخر الشعب الهوائيه كلها بالكامل. خلصت الناحيه اليمين تروح راجع لبره، وبعدين تدخل بقى في الناحيه الشمال وتقعد تعمل نفس القضيه مره ثانيه.
اذا لقيت ليجن بتثبت الصورة وتصورها، اذا ما لقيتش ليجن بتصور الفيلم كله على سي دي وبتديه للدكتور علشان يتفرج عليه. السي دي اي مجرى موجودة في الجسم يعرف يعمل فيها كده، اي مجرى يعني اليوريتر ينفع والاسوفيجاس ينفع والشريان ينفع والوريد ينفع والقوقعة اللي جوه ودن العيان تنفع، كل دوت ينفع يتمشي جواه ويتعمل فيه فيرتشوال اندوسكوبي. كلمة فيرتشوال يعني تخيلي، وبما ان هو تخيلي يبقى معنى كده ان في حاجات لا تمت الى الواقع بصلة. اول حاجة لا تمت الى الواقع لون الفيرتشوال، اللون ده الكمبيوتر هو اللي عامله، مش هو لون العيان، مش لون الميكوزة بتاعة المريض. تاني حاجة انه ما يعرفش يعمل اي حاجة من اللي بيعملها المنظار، اللي ياخد عينة ولا يوسع ولا يضيق ولا يقل ولا يشيل ولا يحط. تالت حاجة which is very important الراديشن، المريض اللي بيعمل فيرتشوال بيتعرض لكمية اشعة لا بأس بيها. وإذا عرفنا إن هو مهم في الأطفال عشان موضوع الفورين بودي والكلام ده كله هنجيب سيرته بعد كده، فإحنا دايما بيبقى حريصين قوي على الطفل، مش إحنا يعني، بره في أوروبا والدول المتقدمة بيبقى حريص قوي على الطفل. فطلع دلوقتي حاجة اسمها لو دوز سي تي، يعني بتخفض جرعة الأشعة عشان تطلع صورة تنفع تتقري، مش لازم تكون الصورة مبهجة قوي قوي ليك بس الواد او الطفل يعني غرق لراسه في الاشعة. فهم عندهم الطريقة ديت، الطريقة موجودة على الانترنت وكل الناس عارفاها، انك انت تخفض جرعة الاشعة لدرجة توصل بيها الى صورة تتقري، ما تكونش صورة فخمة ضخمة والكلام ده كله. الفيلم دوت عبارة عن دعاية لجهاز البورتابول سي تي، يعني بيقول لك عاوز يتعمل فيك كده ولا نجيب لك السي تي لحد عندك. ده بقى البورتابل سيتي، فانت عاوز يجرجروك ولا تروح تجي لك البورتابل سيتي. اوري لك البورتابل سيتي بطريقة ازاي هو ممكن يعني. This video is intended to demonstrate the ease of use and portability of the Ceratom portable multi-slice CT scanner in the ICU scenario. خلي بالك انه مالتي سلايس ها، وبيعمل كل حاجه. Neurological Corporation of Danvers, Massachusetts. You have a patient that requires a neurological CT scan in the ICU unit. Retrieve the Ceratom and workstation from the assigned storage location. Proceed into the patient's room to survey the room layout and position the head of the patient's bed. Check the floor for any obstructions. Yes. Remove Manu. The headboard from the patient's bed frame. In order for the scanner to be positioned successfully in the patient's room, a total of 4 feet should be available between the head of the bed and the wall. If necessary, the bed should be moved or rotated to allow for this distance. Position the scanner at the head of the bed, leaving 3 feet between the device and the bed. This is important so the user has room to attach the scan board without hitting the front of the scanner. Mount the adapter on the headboard mounting pins. Secure the scan board to the adapter while simultaneously pressing down on the scan board onto the mattress and tighten the handle.
preparation and positioning of the patient for Ceraton CT scan. With at least one person on each side, slide the patient onto the scan board. Larger patients or vented patients may require an additional assistant to help guide the patient's head during the move. Immobilize the patient's head with a head strap. Securing the patient's head is one of the most important steps during the patient's setup. Once the patient is secure, lower the scanner onto the centipedes, making sure that the scanner is as perpendicular to the patient as possible. Unlock the bed and slowly move the patient into the gantry until the shoulders of the patient touch the outside covers. Verify the patient's starting position by turning on the laser lights. The patient's head should be centered with the gantry, with a minimum of 2 fingers between the bottom of the scan board and the collimator covers. Scan time. At the LCD screen, choose Select Protocol. Choose the preferred protocol, then choose Accept Protocol. Prepare the scan. Start the countdown for the scan to begin. Exit the room or stand at least 12 feet from the scanner. While the X-ray is being generated, images are sent wireless to the workstation for viewing. Proceed to the patient's bedside. Choose End Exam on the LCD screen. Completion of the scan. With the assistance of the nurse, slide the patient off the scan board onto the bed. Remove the head strap from the patient. Then remove the scan board and mounting adapter from the patient's bed. خلاص. لا لا لا. في واحد تاني بيعمل كل حاجة. اهو. في واحد كبير بيعمل الابدومين وبيعمل كل اجزاء الجسم. يعني هو كل حاجه بيعمل كل حاجه مالتي سلايز بيعمل انجيوجرافي بيعمل برين اهو نوري لك انا دلوقتي ده الكبير بقى الجهاز الكبير اللي هو بيعمل ابدومين بيعمل بلبس بيعمل انجيوجرافي بيعمل كل حاجه شايف عامل ازاي؟ اما السيروتومي الاولاني ده اللي هو عشان بس البريف واللي هي ده النيك وكده اما ده وحش بقى بيعمل كل حاجه وده بيركب الاسانسير طبعا من الاسانسير معمول مخصوص عشانه يعني لا ده بدل عندك جهاز لازم عندك اسانسير ليه لكن ما هو انت يا اما يسحبوك كده زي الاولاني يا اما يجيبوا لك ده فتدفع ثمن ايوه طبعا لازم هي مش هي معظم السراير ما تنفع تحط فيها ال لا ما اتكلمش على السراير بتاعت امبابة لا في سراير برضو كويسه في حته ثانيه يعني بص ده الجانتري كبيره بينفع يعمل كل حاجه وهو هنا بيوري لك ازاي بيدخل جوه الاسانسير اهو وفي شاشه قصاد الراجل اللي بيسوق عشان يبقى عارف هو هيتخبط في ايه اهو كده دخل جوه الاسانسير ده بقى المونتر بتاعه والكيبورد ممكن يعمل اياتها شيء وممكن يروح العمليات طبعا وممكن يعني زي ما انت شايف كده طيب خلينا بقى في موضوعنا خلاص احنا دلوقتي هنتكلم في الشيست سيبك بقى من البورتابل مش بورتابل احنا عندنا صورتين في الشيست واحده ميدياستاينم واحده لانج الميدياستاينم عاوزين نعرف ايه اللي انت شايفه في الميدياستاينم وفي اللانج عاوزين نعرف فين الابر لوب وفين اللور لوب وفين الميدل لوب زي ما قلنا في الشيست اكس راي الطريقه السهله جدا يا جماعه عشان ما تخوتش دماغك قوي بالموضوع لما تبص على السي تي اوف ذا تشيست تمسك الميدياستاينال ويندو الاول وبعدين تروح للصوره ديت اللي فيها الارش اوف ذا اورتا
الارش اوف ذا اورتا كل بتوع الشيست مسمينه الموزه، بغض النظر اذا كان هو زي الموزه فعلا ولا يشبه للموزه شويه. فهو ده اول حاجه تعملها في الشيست خالص، تحط ايدك على الموزه اللي هو الارش اوف ذا اورتا. لو انت بصيت على الصوره ديت، ده الارش اوف ذا اورتا اللي متشاور عليه بالسهم، مفيش جنبيه خالص الا السوبيريور فينا كيفا. انت عارف ان فيه واحد فينا كيفا بيجي من فوق اللي هو السوبيريور، واحد بيجي من تحت اللي هو الانفيرير، بيخش هما الاثنين في الرايت اتريوم في الحته ديت. فلو انت بصيت جنب الارش اوف ذا اورتا هتلاقي كوره كده، والكوره دهيت هي السوبيريور فينا كيفا. مفيش اناتومي خالص في الحته ديت الا الاثنين دول بس، الارش اوف ذا اورتا وجنبيه السوبيريور فينا كيفا. طيب في حته في الشيست احنا سيبناها اللي هي اللي فوق عن كده، وفي حته تحت المكان دوت. نيجي في الحته اللي فيها اللي احنا سيبناها فوق، احنا قطعنا في الحته ديت اللي هو الارش وجنبيه مين؟ السوبيريور فينا كيفا. لو طلعت لفوق كده شويه هتلاقي في فيسلز طالعه من الارش اوف ذا اورتا، صح كده؟ اللي هم الثلاثه دول، واحد اسمه ليفت سب كليفيان، واحد اسمه ليفت كومن كاروتيد، واحد اسمه النومينيت ارتر. النومينيت يعني ملوش اسم، اللي ما يتسماش. اللي ملوش اسم ده هو اللي بيعمل الاثنين دولت بس على الناحيه اليمين، يعني هو بيطلع السب كليفيان وبيطلع الكاروتيد، بتوع الناحيه الشمال هما الاثنين متحدين الاول وبعدين كل واحد يطلع لوحده. اذا لو انت خدت مقطع هنا في الحته ديت هتلاقي ثلاث كور، صح؟ اللي هما مين بقى؟ ليفت سب كليفيان، ليفت كومن كاروتيد، والنومينيت ارتر. هتلاقي كمان مع الثلاث كور دولت والازرق ده، دولت الفينز، ده الانومينيت فين، الانومينيت فين الشمال هيجي مع الانومينيت فين اليمين عشان يتحدوا مع بعض يعملوا مين؟ سوبير فينا كيفا. بص بقى، ادي الارش اللي هو الموزة، واللي جنبيه سفيف دوت مين ده؟ عاوزك صح معايا على الاخر خالص، سوبير فينا كيفا. رحت انت طلعت فوق قطعت الثلاثه دول اللي هم ليفت سب كليفيان، ليفت كومن كاروتيد، النومينيت. فين هما الثلاث كور دول؟ اهم ليفت سب كليفيان، ليفت كومن كاروتيد، النومينيت ارتر. خلاص كده. مين بقى اللي معدي كده؟ ده النومينيت فين، ده هو النومينيت فين، ده هيروح للتاني بتاع الناحيه اليمين عشان يعملوا سوبير فينا كيفا اهو. ده هيعدي كده عشان يتحد مع ده عشان يعملوا بعد كده للسوبير فينا كيفا في الصوره اللي تحتيه. مره تانية دوت مين؟ ممتاز. وده هوت، والثلاث كور دولت اللي طالعين من الارش، ليفت سب كليفيان، ليفت كومان كاروتيد، النومينيت ارتري. وبعدين اللي معدي كده دوت النومينيت فين الشمال هيتحد مع اليمين عشان يعمل سوبير فينا كيفا. خلاص مفيش اناتومي، هم دول بس وخلاص، تيجي على نفسك وتحفظه. طيب جيت انت بقى هتنزل تحت الايه؟ تحت الارش. ادي انت بتقطع دلوقتي في الارش نفسه، يبقى ده هوت الارش اوف ذا اورتا وجنبيه السوبير فينا كيفا. طيب نزلت لتحت شويه هتلاقي الارش يتقسم نصين، ascending و descending. اهو ascending و descending، امال مين دوت؟ superior فينا كيفا. خلاص كده. طيب هتنزل لتحت شويه هتلاقي الاسندنج في حته والديسندنج في حته، وفي حته فاضيه في النص اللي فيها البلمونري ارتري. البلمونري ارتري ده، البلمونري ارتري عامل زي الثمانيه اللي بالعربي، شايف كده؟ عامل زي الثمانيه اللي بالعربي. فانت ادي الاسندنج والديسندنج بقوا بعاد عن بعض، والبلمونري ارتري هو اللي عامل زي الثمانيه ده. ده البلمونري ارتري الكبير، وده الليفت برانش بتاعه، وده الرايت برانش بتاعه. نقول من تاني، يبقى الارش لما يبقى زي الموزه جنبيه ذا سوبيريور فينا كيفا، اما يبتدي يتقسم هيتقسم الى اسندنج وديسندنج. لما تنزل لتحت شويه الاسندنج هيبقى بعيد عن الديسندنج ويطلع ما بينهم البلمونري ارتري، عامل زي الثمانيه اللي بالعربي. القبه بتاعته هو الارتري الاصلي، والرجل الشمال ده الليفت برانش، والرجل اليمين دوت الرايت برانش، والسوبيريور فينا كيفا جنب الاسندنج على طول. طيب
تعالى بقى ده المقطع اللي احنا ابتدينا منه صح؟ اللي هو فيه القرش وجنبيه عند سوبير فينيكيب. رحت طلعت لفوق لقيت ثلاث برانشات ليفت سب كليفي ليفت كومان كاروتيد والنومينيت ارتر، وبعدين فين النومينيت فين بيعدي كده عشان يتحد مع الثاني عشان يعمل سوبير فينيكيب. نزلت لتحت لقيت البلمونري ارتري عامل زي الثمانية اللي بالعربي. القبة هو المين ترانك وده الليفت برانش وده الرايت برانش، ده الاسندنج اورطة وجنبيه سوبيري فينيكيما وده الديسند. ممتاز اهو، يبقى دوت مين البلمونري وده اسندنج وده هوت وده هوت. هايل جدا. ركز معايا بقى، كل واحد من الفيسلز دهيت هيدخل في الهارت ما عدا واحد بس اللي هو الديسندنج. الديسندنج ده هيروح في بطن العيان خلاص، لكن السوبيريور فينا كيفا بيدخل فين؟ في الرايت اتريوم. والاسندنج اورطا بيدخل فين؟ في الليفت فينتريكل. والبلمونري ارتري بيدخل في الرايت فينتريكل. خلاص كده. طيب امسك الاول السوبيريور فينا كيفا اهو خلاص، وبعدين هو ده شايف الفتلة دي اللي طلعت، هو ده بداية الرايت اتريوم. بعدين تنزل كده تلاقي الرايت اتريوم كبر، بعدين تنزل كده تلاقيه دخل جواه. يبقى الحتة دي من الهارت هو مين؟ رايت اتريوم. رايت اتريوم. طيب تعالى للبلمونري، ادي البلمونري اهو اللي هو ده هيدخل في الرايت فينتريكل. اللي هيبتدي يدخل في الرايت فينتريكل يبقى ده الرايت فينتريكل اللي هو جنب مين؟ الرايت اتريوم. خلاص كده. طيب تعالى للأورطة، ده الأورطة وده الأورطة وده الأورطة وده الأورطة، هيدخل هنا في الحتة دي اللي هو مين؟ ليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل جنب الرايت فينتريكل، والرايت فينتريكل جنب الرايت اتريوم، والرايت اتريوم جنب الليفت اتريوم. ده آخر واحد، ده ما بيدخلش فيه حاجة من الجماعة دول، ده الليفت اتريوم اللي هو في النص بالظبط وصاد السباين على طول. اذا لما تبص كده على الهارت هتلاقي ان ده هوت الرايت فينتريكل وده الرايت اتريوم ودهوت ليفت اتريوم وده هوت ليفت فينتريكل. هتفضل نازل بقى بالمقاطع لحد لما يبان لك القلب اللي بيبان في جميع الصور اللي هو ليفت اتريوم ورايت اتريوم جنب بعض، ورايت فينتريكل وليفت فينتريكل جنب بعض، وده السيبتوم اللي بيفصل الفينتريكلين من بعض. وكده وصلت عند الليفر اهو، يعني خلاص خلصت الشيست. خلاص ركز معايا، نقول الكلام ده 200 مرة بعد كده. تعالى بقى لللنج. احنا قلنا اللنج اليمين فيها كام لوب؟ ثلاثة، أبر وميدل ولوب. واللنج الشمال فيها كام؟ اثنين. وقلنا هنحط نقط كده عشان اللينج. خلاص كده. طيب اللنج بتتشاف في اللنج ويندو، اللنج بتتشاف في اللنج ويندو. طيب اول ما تشوف التراكيه، شايف انت التراكيه دي كده؟ طول ما انت شايف التراكيه يبقى انت في الابر لوب. خلاص كده. طول ما انت شايف التراكيه تبقى انت في الابر لوب. وانت عارف ان اي صوره اشعه مريض باصص للدكتور، يعني شماله من هنا ويمينه من هنا، يبقى ده ليفت ابر لوب وده هوت رايت ابر لوب. حلو قوي. يبقى انت كده خدت مقطع في الشيست لقيت التراكيه موجوده، يبقى ده هوت ليفت ابر لوب وده هوت رايت ابر لوب. ممتاز. جت التراكيه اتقسمت نصين كده هو، يبقى انت دلوقتي عند الهايلم، عند الهايلم يعني في الحته دي كده. الحتة ديت لو انت بصيت عليها هتلاقي فيه جزء منها في الابر لوب وجزء في اللور لوب، وعلى الناحية اليمين برضو جزء في الابر وجزء في اللور. يبقى لما التراكية تتقسم السكشن يتقسم نص القداماني ابر ونص الوراني لور. خلاص كده. لما التراكية تتقسم السكشن يتقسم، يبقى الحتة ديت ابر لوب والحتة ديت ايه؟ لور لوب. شاطر قوي. يبقى ادي التراكيه مقسومه اهي صح كده، يبقى السكشن اتقسم ابر قدام ولور ورا.
ده أبر شمال وده لور شمال وده أبر يمين وده لور يمين. خلاص كده ركز معايا. نزلت عند الهارت، ولا في تراكية ولا برونكاي، بتقطع هنا في الحتة اللي تحت دي. في الحتة اللي تحت على الشمال في اللينجلا، ومن ورا في اللور لوب، على اليمين في الميدل لوب، وورا في اللور لوب. تروح جاري الخط كده، الخط ده بيقسم السكشن تلت قداماني وتلتين وراني. التلت القداماني على الشمال اللينجل، والتلت القداماني على اليمين ميدل لوب، والتلتين شمال ويمين لور لوب. بص هي مش سهله، وحتى الدكاتره بنشرب المر عقبال ما نقعد نعرفهم الحكايه ديت، بس انت مع التريننج هتلاقي الموضوع سهل جدا. نعمل تجربه. ادي واحد عنده كونسوليديشن وفي اير برونكوجرام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت الباتش ده، ودلوقتي عاوزين نعرف مكانه. بما ان التراكيه مقسومه يبقى السكشن مقسوم، يبقى دوت فين؟ ليفت ابر لو. بس كده ما فيهاش اي فزلكه خالص، الموضوع سهل جدا. طيب نعمل تجربه تاني. دوت التراكية موجودة، يبقى انت فين؟ في الابر لوب. يبقى البرونكوجينيك دوت فين؟ ليفت ابر لوب. هايل جدا. انت دلوقتي فين؟ في الهارت، يعني تحت. خلاص كده تعال. وانت الليجن على الناحية اليمين برونكيكتسيس، رايت في الميدل، في الميدل لان في حته قدام في الميدل لوب وفي اللور لوب، يبقى ده هوت ميدل اند لور لوب على الناحيه اليمين. طيب ونوديول رايت لور لوب، عشان انت تحت خالص عند الدايفرام، رايت لور لوب. ممتاز. نيجي هنا اهو ليفت ابر لوب، رايت ابر لوب، صح كده؟ بما ان التراكيه باينه يبقى ده ابر لوب شمال ودوت ابر لوب يمين. ماشي. طيب دوت واحد عنده تي بي وعنده نعبشه هنا، هنتكلم على التي بي بعد شويه. يبقى ده هوت في انهي حته؟ في اللينجل. ممتاز، في اللينجل، لان احنا هنا عند الهارت، ولو جريت خط كده يبقى اللينجل قدام، والنعبشه اللي تحت ديت في رايت، قصدي ليفت لور لو. ممتاز. طيب هنا التراكية مقسومة، يبقى دوت مين؟ ده ليفت ابر لو، وده هوت رايت لور لو. ممتاز جدا. البرونكوجينيك ده فين؟ رايت لور لو، رايت لور لو. التراكيه مقسومه، يبقى القداماني ابر والوراني لور، يبقى ده رايت لور لوب. كويس. ميتاستاسيس موجوده في الشيست، والتراكيه مقسومه اثنين، يبقى الميتاستاسيس دوت ليفت لور لوب، وده هوت رايت ابر لوب، وده هوت رايت لور لوب. ممتاز. ارجع بقى للاولاني، مين دوت؟ شاطر. وده هوت السندنج اورتا، وده هوت بالموناري مين ترانك، ودوت السندنج اورتا. هاي طيب شايف انت في الهاي ريزوليوشن سي تي في الفيشر اللي هو بيشاور عليه ده، اللي هو عند الخطوط اللي انا وريتها لك من اختراعي يعني، بس هي قريبه جدا جدا من الاناتومي. بس انت عشان ما تلبخش نفسك قوي وتقعد تدور على الفيشر والبتاع، نعمل الخط واشتغل على طول. اذا الحته ديت مين؟ ميدل لوب، صح؟ وده هوت لينجلا، وده هوت رايت لور لوب. ممتاز. وده هوت ليفت لور لوب. هاي طيب مين دوت؟ ascending aorta. ممتاز. وده هو superior vena cava، وده هو descending aorta، وده هو pulmonary main trunk. الكافيتي ده فين؟ right upper lobe.
عشان التراكية right upper lobe. ده الأسوفيجس ودي التراكية right upper lobe. طيب مين ده هوت؟ مين ترانك ده هوت وجايس ودوت ده السني. واحد عنده بالموناري امبوليزم وعنده انفاركشنات ثلاثة انفاركشنات دولت فين؟ في اللينجل عشان الهارت. الحتة اللي قداماني في اللينجل واللي وراني ليفت لور لو. ممتاز. طيب مين ده هوت في الهارت؟ رايت ادريم. وده هوت ليفت ادريم. كويس قوي. descending aorta وده هوت superior vena cava وده هوت. شاطر جدا. هذا وبالله التوفيق.